دايما هفضل اشكر ضيفي اللي معايا لانه شرفنا لتاني مره، وانا عارفه قد ايه هو مشغول وقد ايه يعني هو ملك المرضى بتوعه. والحقيقه دايما بقول انه عالم من اهم علماء الطب اللي نفتخر بيهم في مصر، وكم الدعوات اللي بتدعي لي انا وانا ما اعرفش، يعني انا ماليش دعوه، علشان يعني كنت سبب ان بعض الناس اللي كانت حالتهم ميؤوس منها وجراحه، يعني داخلين جراحه دكتور واثنين وثلاثه قالوا لهم جراحه، ولما راحوا له يعني الناس دي قالوا هو عمل لنا معجزات. فربنا يبارك فيه ويخليه لنا يا رب ويكتر من امثاله. مشرفني العالم دكتور سامي قنديل، استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه. يا دكتور ازاي حضرتك؟ الله وحشتينا. ازاي الناس كلها بتدعي لك الله يبارك والله العظيم، وبتدعي انا كمان، يعني كتر خير الناس، يعني ان انا يعني كنت سبب ان هم طبعا الناس اللي كانت حالتها ميؤوس منها الحقيقه واتقال لي كده، قالوا لي الراجل ده عمل لنا معجزات. يعني في ناس كان مفقود الامل دي حقيقة. وعايزين يشيلوا يركبوا مفاصل صناعيه ويعني عمليات من العمليات اللي هي الدرجه الخطيره ومن غير عمليه، وما شاء الله يعني كانهم كانوا بيهزروا. يعني اسم الله عليك. الله يبارك فيك، الله يكرمك. والله هو الجزء النفسي مهم جدا في الموضوع، يعني الحمد لله رب العالمين. فكره ان الناس كانت زي ما انت حضرتك بتقولي، كان في ناس عندها احساس باليأس، او ان الموضوع خلاص انت مالكش قدامك غير انك تروح تعمل العمليه، والعمليه دي لا قدر الله لو فشلت انتهى، يعني مكلفه عليه ماديا، ما يقدرش يستحمل. ممكن يكون طبيا، يعني ممكن يكون مريض قلب وضغط وسكر وعنده لا قدر الله حاجه قلق جدا ان هو اتعرض للتخدير لمده 5 دقائق، مش هقول لك لمده 3 ساعات و4 ساعات، هل المريض ده انا ممكن اضحي بيه كده بسهوله؟ لا طبعا. طب هو كان عايش ممكن يقول لك خلاص سيبني كده وما تعرضنيش لحاجه خطر. يعني في تفاصيل كتير جدا في قصه العمليات الجراحيه. انا مش ضد العمليات الجراحيه، انا بقف في العمليات الجراحيه، ولما تبقى المريض محتاجها وهتفيد المريض انا اول واحد بقول، يعني دي ما فيهاش نقاش، لان الجراحه لما تبقى مش مهمه. بتقاوح يعني حضرتك لا بس لا حضرتك يعني ما بتلجأش لفكرة الجراحة دي، او في العلم الحديث اللي حضرتك ما شاء الله عليك، انت بتذاكر 24 ساعة في اليوم، ما اعرفش انت لحد دلوقتي بتذاكر ليه وبتطلع على كل ما هو جديد في الغرب. دي حقيقة، انت ما بتحبش الجراحات، دي حقيقة. يعني بتبقى اخر اختيار بالنسبة لك يعني. لان هو الفكرة في ايه؟ ان الجراحة موجودة، لما يبقى المريض محتاجها هنروح لها، ما فيهاش مشكلة خالص. القضية مش قضية ان احنا انا لازم ابقى جراح يبقى لازم اعمل لك العملية، لا. في وبأمانة يعني في زملاء جراحين لما بيلاقي المريض فعلا مش مرحلة ان هو محتاج يعمل عملية جراحية، او ان هو العملية الجراحية مش هتفيده، بيقولها، لان دي بتبقى مرتبطة بالأمانة. الأمانة مهمة جدا، لازم يتقال للمريض انت هتبقى كويس ولا مش هتبقى كويس، العملية هتتحسن ولا مش هتتحسن. هي دي الفكرة، فكرة ان المريض يبقى عارف عنده ايه والدنيا هتمشي ازاي. علشان كده لما تبقى الجراحة مهمه وهتفيد المريض انا اول واحد بشجع عليها، انما مش كل مريض. يعني معلومه طبيه ما حدش بياخد باله منها، ان 95% من مشاكل الام ومشاكل العمود الفقري لا تستدعي ولا تحتاج الى تدخل جراحي. امال ايه بقى؟ امال ايه بقى؟ هي الطب اللي بيقول كده، مش انا اللي بقول، دي بيبرز مكتوبه والطب بيقول كده. طيب هل كل مريض عمل عمليه جراحيه استفاد؟ لا طبعا. هل كل مريض ما عملش عمليه جراحيه وكان محتاجها حصل؟ حصل. في ناس بتبقى محتاجه العمليه الجراحيه وانا بشوف بقول له انت اعراضك بتقول روح اعمل عمليه جراحيه، رفض، مش راضي، خايف ماديا، ماديا بتبقى بالظبط، ده بيبقى ده قدره ونصيبه. فعشان كده ناخد الموضوع خطوه خطوه. تمام. بالنسبه انا عايزه اسال بقى سؤال، يعني من الامراض الشائعه موضوع خشونه الركبه ده، وحضرتك عندك اكتر من بروتوكول من غير جراحه، تمام، طب ممكن نشرحهم بشكل سريع كده عشان الناس تطمن، لان انت حضرتك برضو انت الحقيقه ربنا يكرمك بتدينا طمانينه واعصاب الناس بتهدى لما بتسمعك. الحمد لله. هو الفكره في ان الخشونه هي ليست مرض خطير، هي مزعجه. والناس فعلا بتبقى وظيفته بتتاثر. لا اهو 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 الفنان الكبير العظيم هاني شاكر، يعني اهو وبفضل الله وبفضل الله بفضل الله تم شفاء تماما على ايدك. وفي تقرير صغير كده ممكن نشوفه، نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. الحمد لله يا حبيبي، شرفنا النهارده، ربنا يخليك يا دكتور سامي. آه
انا عايز اسمع حضرتك بقى بتقول ايه، لان انت النهارده جاي لي بفضل الله ربنا يخليك، حضرتك جاي علشان عايز تقول السلام عليكم. ودي حقيقه، يعني انا النهارده الجلسه الاخيره مع حبيبي والهديه اللي ربنا بعتها لي دكتور سامي لعلاج الخشونه عندي في الركب. النهارده الجلسه الاخيره دكتور سامي، التحسن فوق ال 95%. الحمد لله، الله اكبر. الشفاء من عند ربنا، ربنا يكرمك ويخليك، وده حقك عليا ان انا اقول للناس بجد. يعني فعلا الطريقه اللي انت بتعالج بيها دكتور سامي من انجح الطرق اللي انا جربتها مؤخرا، وجابت نتيجه واغنتني عن ان انا افكر ان انا اعمل عمليه، ودي كانت بالنسبه لي مشكله كبيره. دلوقتي السلم كمان الله اكبر دلوقتي، والنزول بقى اسهل كتير من الاول الحمد لله. اللي عايزه يكون بقى فعلا نصيحه للاستاذ هاني شاكر، بجد النقله كبيره قوي، ربنا يخليك. الحمد لله. يعني انا الحركه كانت بالنسبه لي في وقت من الاوقات لما جيت لك انت شفت الحركه بالنسبه لي مشكله، الوام والوعاد وطوع السلم والنزول، لا فعلا مشكله. هل فعلا بامانه ربنا يشهد على هذا الكلام، هل فعلا الحقن مرعب؟ طريقه الحقن، وان انا باخد عينه الدم ونحطها البلازما والمساعد الحاجات المجلاتين والحاجات المساعده ليه، هل هو حاجه مسعده جدا في الوقت؟ خالص خالص، ولا الم، زيرو الم. وده شرطي كان معاك من الاول، قلت لي وانت وعدتني، قلت لي انا البنج اللي بيتحط يعني يا شكل الحقنه قد يكون بيخض. والله ايوه، لكن الحقيقه والله انا لما اغمض عيني انا ما حاسس ابدا انت بتعمل ايه، دي حقيقه. انت حريص كده كمان على لان هو الفكره في ان فعلا دي حقيقه علميه، ان الحقن داخل المفصل مش بيوجع، بالظبط. الدخول بالابره هو احنا عندنا الطرق البسيطه السهله، بنج موضعي بنرش بنج وريدي بنج موضعي بسن صغنون، والمريض بيقوم يمشي. مش عايزك تبخل على جمهورك. حاضر يا حبيبي، بحفلات محضرين حاجات حلوه قوي. تمام. واغاني جديده وحفلات، واول حفله تسمح لي الدعوه لحبيبي دكتور سامي، تنورني وتسعدني. هو ليك ان انا بتحرك على المسرح ان شاء الله، حاجه انا والدكتوره منال زوجتي طبعا بيسعدني، نبقى سعيد ليك وابقى اشاور لك. لا يسعدني ويشرفني دكتور سامي، الف الف شكر ليك يا حبيبي على اهتمامك وذوقك والاستقبال الرائع الجميل اللي من حضرتك ومن كل اللي في العياده. ربنا يخليك، انت شرفتنا، وانت حضرتك يعني اكبر صوره مشرفه لينا، ان احنا الحمد لله بنحاول نخدم الناس، والحمد لله رب العالمين ان ربنا بيض وشنا معاك، والاستجابه بتاعت ربنا مش شفاء الحمد لله عشان قلبك الابيض حبيبي. ربنا يسعدك ويخليك ليا. احنا شفنا قبل كده التقرير ده، ودايما بتجيلي دهشه ان النجم الكبير العظيم استاذ هاني شاكر يعني الامتنان واضح جدا جدا عليه، وبيقول لك انا لا حسيت بألم، وانا بقيت يعني النتيجه اكتر من 95% بالنسبه له، وزي ما بقول لك الناس كلها بتقول انت بتعمل سحر. الحمد لله. فارجوك تقول لنا البروتوكول العلاجي اللي حصل للنجم الكبير العظيم الاستاذ يعني هاني شاكر. والحمد لله رب العالمين، الفنان هاني شاكر ربنا يديله الصحه يا رب. هو كان مريض مطيع، وكان ربنا يبعد عنه كلمة مريض، هو كان مطيع جدا، سمع الكلام، نفذ التعليمات بالظبط، والحمد لله بعد الجلسة الثالثة كان عامل حفلة في سوريا وقعد 3 ساعات. فمش موضوع ان هو ممكن يبقى مثلا بيتوجع ومش، لا لا، ثانية كمان، ثانية واحدة، حضرتك مش جايب وجه جديد بيقول رأيه، لا ده نجم من نجوم الزمن الجميل، قامة عظيمة مش في مصر بس، ده في الوطن العربي كله. فإنه يصر انه يعمل تقرير يشرح حالته، واصر انه يصور التقرير عشان يقول قد ايه هو بيشكرك. هو يعني في غنى عن ان هو يعمل طبعاً. يعني وكان اي حاجه. الغريب بقى ان كان الناس مش واخده بالها ان هو كان ممكن ببساطه جدا يروح يعمل مفصل، يعني كان في ايديه امكانيات وكل الامور مساعده من الناحيه الطبيه، الناحيه الماديه، الناحيه الاجتماعيه، كل الامور كانت تساعده. انما هو لما عشان في زميل حد من اسرته عمل معانا البلازما من سنه وتحسن جدا، فحكى له فقال وديني، وقال له فاجالي، فكلمنا، فبدانا معاه الكورس. الحمد لله رب العالمين، احنا بدانا معاه بقى بالحاجات اللي هي الابديت. يمكن احنا من سنتين كنا بنتكلم مع حضرتك معانا من فتره طويله، وهو دايما زي ما انا قلت انت بتذاكر يعني لحد النهارده انت معلوماتك طازه، والحمد لله احنا ابدا عمرنا ما هنبخل على المريض. يعني ممكن بامانه ربنا يشهد على هذا الكلام ان المريض يكون محتاج الكورس الجديد ده بامكانياته وتكلفته العاليه، وهو المريض بعض المرضى ماديا ما بيقدرش يتحملها. طب استنى، انت جرتني الحته بقى، احنا مسؤولين عليها. انت جرتني الحته، ربنا يبارك لك يعني والله العظيم الله يكرمك. انت عامل رغم ان انت نجوم كبار جدا جدا بيجوا لك، انت عامل خصم
ولا بلاش اقول؟ لا براحتك. اقول ولا ما اقولش؟ لا قولي، الناس كلها تقول الفنانه نشوى مصطفى قالت وانا غنانه اليوم. لا طب قول انت. لا عشان انا احسن معاك الدنيا اقول ارقام خصم كبيره، فانت قول حضرتك. لا واحنا الحمد لله رب العالمين فعلا عاملين في الكورس البروتوكول البلازما عشان المريض يعمل جلساته اللي محتاج من جلستين او محتاج 3 جلسات او محتاج لاربع جلسات، بنبدا بتخفيض 25% نصل ل 75%، يعني بنعدي بامانه وربنا يعلم احنا بنعدي التكلفه على مسؤوليتنا، يعني في الملينات والحاجات والانابيب الابديتد. لا كمان في حاجه انا عايزه الفت النظر ليها، دكتور ما بيستخدمش غير اغلى انواع الخامات والمواد اللي بيعالج بيها، يعني ممكن حد، انا اسفه مش هقول اسامي طبعا، يجيب الانابيب اللي حد بيستخدمها دي، في انابيب بتتباع يعني وفي انابيب بتتباع ليفل عالي جدا، دكتور ما بيستخدمش غير اعلى ليفل. حتى انا بقول له طب يا دكتور ما دي انابيب يعني ما تجيب ارخص حاجه، قال لي الا دي الا صحه المريض. لان انا اساس شغلي ان انا بنتكلم على البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه البي ار بي. احنا بناخد عينه الدم من المريض، بنحضر له البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه في انابيب مخصوصه واجهزه دم، يعني اجهزه الفصل المخصوصه، واطباء مسؤولين عن كده. انا عندنا 6 اطباء في الفصل بقياده الدكتور سليمان بيعملوا الفصل، بيحضروا لنا البلازما وبعد كده احنا بنحقن. فالموضوع اصبح في فريق، في مسؤوليات، في بروتوكول محطوط عشان الخشونه ليها درجاتها، نقدر نعالجهم خطوه بخطوه ونوصل لنتيجه كويسه. ده يهمني جدا. صدقيني المريض لما بيستريح ويدعي دعوه دي عندنا بالدنيا، الناس كلها بتدعي لك وحياه ربنا. دي أمانة. انت ربنا، انت والدتك داعيه لك علشان الدعوات اللي بتجي لك دي من المرضى، ان يعني استغفر الله العظيم، يعني يعني اقول ايه، مش عايز اقول حاجه كلام اتحاسب عليه، انت بتصحي الميتين، يعني استغفر الله العظيم، انت بتعمل معجزه. الناس بتبقى جايه لك مشلوله، شبه مشلول، مش الحاله هوبليس كيس، بيمشوا على رجليهم وبيطلعوا سلالم وينزلوا سلالم، يعني ربنا يزيدك علم. طب معايا تقرير تاني ممكن اشوفه؟ طب نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. رحت الدكاتره كتير ويقولوا لي تغيير مفصل. الله يبارك له الدكتور سامي. اول ما شفته وخدت الجرعه الاولانيه حسيت فيه ليونه في رجلي مكان ما كانت تكفى، واحس بصعوبه في طلوع السلم. الحمد لله رب العالمين. اول حاجه ان انا رجلي بقت تتني وتفرد لوحده. ثاني حاجه ان انا جسمي خف كده اهو، لما جسمي خف حسيت كده ان رجلي كويسه ورايقه والحمد لله. فالجرعه الثانيه ان شاء الله باذن الله تكون كويسه على يد الدكتور سامي. رحت لكذا دكتور، من ضمنهم دكتور قال لي عايز تغير مفصل. انا كانت رجلي بتكلبش وانا ماشي كده بتكلبش، عارف يعني ايه بتكلبش كده اهو؟ يقع على الارض لازم اسند وادني رجلي افردها عشان رجلي تفك، وانا نايم على السرير لو بتقلب بتجيلي الكلبشه دي، والله العظيم ثلاثه قسما بالله اللي انا بقوله ده صادق فيه، تقوم مكلبشه. لازم بقى اقعد اقوم تاني ايدي فرد رجلي، تاني رجلي فرد رجلي لغايه لما تفك التعشيقه وابدا انام. كنت بقوم من النوم على التعشيقه دي. شفت الدكتور سامي في التلفزيون بيتكلم عن الحقن وبتاع وكلام منا بالبلازما، فرحت الدكتور سامي الحمد لله، يعني شفت على ايده الشفاء، حقنت مره واثنين وثلاثه واربعه الحمد لله، وبقيت تمام، بنزل واطلع مفيش اي حاجه اي الم نهائيا الحمد لله رب العالمين. والله العظيم ثلاثه يا جماعه من ساعه ما حقنت اول حقنه، وفعلا قسما بالله التعشيقه اللي كانت بتمسك دي ما جاتليش خالص. دكتور سامي والله ان انا فعلا ارتحت لتحت، انا كان عندي روماتايد والروماتايد كان عامل لي الام فظيعه، فالحمد لله لفيت على الدكاتره كلهم فاخدت علاج فاثر على معدتي، فدلوقتي الشكر لله وشكر للدكتور سامي ان هو فعلا والله اعطاني الحقن ده، انا ارتحت يعني 15 يوم لقيت نفسي بتحرك في البيت وبعمل كل حاجه، فحبيت ادي يعني الحاجه دي للناس اللي حواليا، لان هو فعلا فعلا شهاده احتز بيها دكتور سامي، يعني والله فعلا يستحق البطل هو نفسه والله. لقيت الحقن مش توجع ولا حاجه؟ لا لا والله ما بتحب، ما بحس باي حاجه في الحقن يعني. وشكرا جدا يا دكتور سامي على اللي انت عملته. العظمه بقى في التقرير ده الحقيقه ان التقرير اللي قبله كان مع نجم من نجوم الوطن العربي، نجم كبير الاستاذ هاني شاكر، والتقرير ده مع ناس ولاد يعني اخواتنا واهالينا، ناس بسيطه جدا، فانت بتتعامل بنفس درجه الامانه والاخلاص في شغلك مع انت بغض النظر عن يعني مستوى المريض،
كل الناس بتدعي لك من كل المستويات، فالله يكرمك والله العظيم. وكل المحافظات انت كمان بتروح حضرتك 19، بنتنقل فريق كامل 8-10 افراد، بنطلع نروح 16 محافظه، حاليا 17 ودمنهور هتضاف كمان، بين 18 محافظه على مستوى فريقك جميل. كله بتروحوا للاماكن دي. طب ما احنا لازم نعلن انت يعني ايامك يوم كذا في محافظه كذا او يوم كذا، لازم نبقى عارفين، لان محافظات الناس يعني ليهم حق علينا برضو. طبعا احنا عاملين كول سنتر بيعرف الناس المواعيد بالظبط، الكول سنتر الارقام دي. اللي يتصل بالارقام دي يعرف هيعرف بالظبط مواعيد، هو في انهي محافظه هيبلغهم، وهيعرف مواعيد دكتور بفريق العمل بتاعه جاي له المحافظه دي يوم ايه، علشان ترتيب المواعيد، لان في ضغط كبير جدا. وربنا يعينك. الله يخليك. طيب انا عايز اتكلم بقى دلوقتي عن حاجه غير الركبه، الام الرقبه والمفاصل مثلا زي مفصل الكتف يعني والظهر، ليها حلول تفرح كده زي الحلول العظمه اللي احنا شايفينها دي؟ ليها حلول مهمه. ده انا بقى اخاف جدا، ودي بقى النقطه لازم نقف عندها. العمليه الجراحيه في الرقبه عمليه خطره جدا. برضو مش معناها ان الجراحه ملهاش اهميه، لا اهميه، ولكن المريض اللي هيعمل عمليه لا قدر الله في رقبته لازم بيمضي على اقرار انه والعياذ بالله ممكن يجي له اثناء العمليه شلل رباعي. لا اله الا الله. فعلشان كده العمليه في الرقبه لازم نبقى بعيد عنها شويه. طيب هل مشاكل الرقبه فعلا حلها غير بعيد عن الجراحه وبدون تدخل جراحي؟ ايوه الحمد لله رب العالمين، 95% من مشاكل الرقبه كلها بتنحصر في تشنج في العضلات. ايوه انزلاقات غضروفيه جايه على الجنبين، عامله التهابات في جذور الاعصاب فواخده الكتف والدراع، وان ممكن تنزل لحد الاصابع. ايوه انا عندي غضروف والرقبه الفقرات اللي فيها صغيره وشايله الراس بس، فسهل جدا ان انا اتعامل عليها. انا بستخدم البلازما بنحقن عند جذور الاعصاب وبنقوي العضلات، فيبدا التشنج اللي حصل في العضله يبدا يقل جدا ويختفي، لان البلازما فيها ثلاث عوامل، فيها ان هي عوامل نمو فبتقوي جدار غضروف ما يقدرش يطلع كل شويه نتيجه ان انا بستخدم موبايل، ثانيا هي فيها ضد الالتهاب واجسام مضاده في جسمنا كتير جدا جدا، فالالتهابات بتروح وجذور الاعصاب تبدا تهدى والوجع يبدا يقل مع التعليمات البسيطه، تلاقي المريض بدات رقبته تتحسن جدا على جلسه او اتنين بالكتير. وده حماه من عمليه جراحيه. انا هستسمحك تكون معانا تاني، لان يعني احنا الحقيقه محتاجينك ان شاء الله. فكتر خير حضرتك وربنا يزيدك علم ويزيدك يزيد البركه في ايدك في علاج الناس العظيمه يعني اللي شفناهم والتعبانين. اشكرك جدا يا دكتور، ميرسي جدا. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.